دماغي الخميره خمس معالق مع معلقتين من زيت الزيتون مع صفار بضايا مع موزاي مع فينو يا ممكن ملعقه كبيره تجيبيلي فيها زبادي من اللي انتي مش بتستعمليه للاكل زبادي فول فات بليز شوفي الجلابيه حصل لها ايه من عينيك يا بت الورمه شايفه قولوا يقول الكل الماسك الجديد بالخميره مع ابي لندن ووكر للهير كرياتين اتس اون ناو تو سبون اوف يوغرت ملعقتين من الزبادي فوق خمس معالق الخميره يمو مساء الكبيره يا اضربي مع بعض يصلح في وشك حاجه يا بت الورمه يفضل وشك هو مرم يا بت الورمه وباقي الحريم اللي انتم مش شايفينهم حريم كريم اللي هنا هياخدوا يعملوا او انا ممكن بعد لما اقشر ده لسه مانيش قرب ينشف قرب حاسه بيه بس بيشد